والله خلنا نعدلك اياها يا اخوي. عندهم عائله من قرايبي هم بيهم بال 25 نفر، اكثر من 25، اكثرهم اطفال ونساء. جايين غبشه شرطه متقابلين وياهم بدون اي سبب، بدون اي شيء، لا مبلغينهم ولا داخلين للبيت ولا مسوين، يعني بدون مذكره او فشي، وراسا منسحبين والطيارات الامريكيه الحربيه المقاتله غاصبه البيت، ولحد الان ما اعرف ولا منقليهم للمستشفى. تم إلقاء القبض على 27 مشتبه، وجرت مصادمة بين قوات الشرطة والمخربين، تم من خلالها مقتل 2 من المخربين واستشهاد 6 من عناصر الشرطة وجرح 8.